السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في فندق A1 وينج في بتايا في تايلاند، نصور غرفة من نوع ديلكس. طبعا المميز في الدخول الى الغرف في فندق A1 انه يكون الاكسس تبع الغرفة الدخول عبر الكارت في هذه المنطقة وليس فوق الباب مباشرة. طبعا هنا الآن دورة المياه، بالنسبة لدورة المياه تحتوي على شطاف، أيضا يوجد بانيو، حوض الاستحمام، شاور، وأيضا توجد المغسلة. يوجد أيضا صانع القهوة. الغرفة طبعا تحتوي على توين بيد، سريرين. غرفة ممتازة ورائعة جدا وأيضا واسعة نوعا ما، خيار ممتاز 4 نجوم. طبعا A1 وينج هو أيضا يتبع سلسلة MYTT، فندق MYTT 5 النجوم، وأيضا يقع بالقرب منه فندق A1 وينج، غرفة ديلاكس في مدينة بتايا في تايلاند.